الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي. البنتاغون يؤكد أن واشنطن لم تحسم الأمر حول تقديم دبابات أبرامز الأمريكية لأوكرانيا. والعثور على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس. السادسة صباحا مشاهدينا، الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، والبداية بزيارة رئيس السيسي للهند. أعرب رئيس السيسي عن سعادته وفخره بزيارة دولة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي. وأعرب رئيس السيسي خلال تبادله الترحيب مع رئيس وزراء الهند عن التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال، كما أكد أن زيارته تجعل البلدين أكثر تصميما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بينهما، كما أعرب عن تطلعه إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع رئيس وزراء الهند. كان رئيس وزراء الهند قد نشر على حسابه في موقع تويتر ترحيبا خاصا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال رئيس وزراء الهند انه يرحب ترحيبا حارا بالرئيس السيسي في الهند، مشيرا الى ان زياره الرئيس السيسي التاريخيه للهند كضيف رئيسي باحتفالات يوم الجمهوريه هي مساله سعاده هائله لجميع الهنود، معربا عن تطلعه للمناقشات التي ستجرى الاربعاء القادم. كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة رئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا والاهتمام العميق من الجانب الهندي. شهدت العلاقات بين مصر والهند في عهد الرئيس السيسي طفرة ملحوظة، حيث أعطت زيارة الرئيس السيسي للهند في أكتوبر من عام 2015 وفي سبتمبر 2016 مزيدا من الزخم للعلاقات بين البلدين، وتتوافق وجهات النظر بين القاهرة ونيودلهي في قضايا رئيسية من بينها مكافحة الإرهاب والتوصل لحلول سياسية لأزمة المنطقة. مصر والهند علاقة تاريخية استثنائية بين دولتين تمثلان ثقلا إقليميا خاصا كل في منطقته. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء في عام 1947، طفرة ملحوظة شهدتها العلاقات بين مصر والهند في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت من خلال عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.
فضلاً عن حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى. ورغم العلاقات الراسخة والتاريخية بين القاهرة ونيودلهي، إلا أن العام الماضي يكتسب أهمية خاصة لأنه يصادف الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، تتويجاً لما يتمتع به البلدان باتصالات وثيقة منذ عدة قرون باعتبارهما من أقدم الحضارات في العالم. على الصعيد السياسي، أعطت زيارة الرئيس السيسي للهند في أكتوبر 2015 وفي سبتمبر 2016 مزيداً من الزخم للعلاقات بين البلدين، حيث تتوافق وجهات النظر في قضايا رئيسية من بينها مكافحة الإرهاب والتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، وكذلك دعم جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقد أدى التفاعل المستمر على أعلى المستويات إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما أظهرته دعوة الهند للرئيس السيسي ليكون الضيف الرئيسي في احتفالات يوم الجمهورية في 26 من يناير الجاري، وهي الدعوة التي تؤكد بوضوح على الطبيعة الخاصة للعلاقات الثنائية بين مصر والهند. اقتصادياً، تعد الشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر، التي تمتلك بيئة خصبة ذات سوق ضخم وممتد يمتلك كل مقومات التنمية، وهو ما يعكس حرص الجانب الهندي على تعميق التعاون بين مصر في كل المجالات خاصة الاقتصادية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية لديهما. العلاقات الراسخة بين مصر والهند ظهرت بوضوح أيضاً من خلال المساعدات المتبادلة بين البلدين لمواجهة أزمة كورونا، فضلاً عن نمو التجارة الثنائية خلال الأعوام الماضية، وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ بأقصى سرعة ممكنة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 من يناير الجاري بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. و
وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 504 أطناب مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طنا. وفي مجال عدم توريد الأرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 280 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 483 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و 176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 617 طنا. أعلنت ألمانيا أنها وافقت على إرسال دبابات ليوبرد لأوكرانيا. وكشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس وافق على إرسال الدبابات بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة للسماح للحلفاء الآخرين بإرسال الدبابات من نفس النوع إلى أوكرانيا. أعلن البنتاغون أنه لا يوجد لديه ما يعلن عنه بشأن إمكانية تقديم دبابات أبرامز الأمريكية لأوكرانيا، مؤكدا أنه لم يحسم الأمر بشأن تقديم الدبابات لكييف. أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن بلاده على اتصال وثيق بالأوكرانيين والشركاء الدوليين بشأن احتياجات كييف العاجلة للمساعدات العسكرية بما في ذلك طويلة وقصيرة الأمد. وأضاف أن الولايات المتحدة ستدرب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات أبرامز في حال اتخاذ القرار بتوريدها. أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم. وقال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلغورود إن إنتاج الصواريخ
في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم، كما أعلن أن موسكو تنتج أضعاف ما تنتجه أمريكا من صواريخ. من جانبه قال حاكم بيلغورود إن 25 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 90 جراء الهجمات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم العثور على معدات عسكرية في المحطات النووية الأوكرانية، وخلال كلمته أمام جلسة للبرلمان الأوروبي أكد غروسي أن الوكالة أقامت بعثة دائمة في جميع المنشآت النووية الأوكرانية. كانت موسكو قد اتهمت كييف بتخزين أسلحة قدمها الغرب في محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. أعلن محام لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس العثور على مجموعة من الوثائق السرية في منزل بنس بولاية إنديانا، وسلم المحامي تلك الوثائق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي بدأ بالتعاون مع فرع الأمن القومي بوزارة العدل مراجعتها لمعرفة كيفية وصولها إلى منزل بنس في إنديانا. لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم بولاية واشنطن الأمريكية في هجوم مسلح يأتي عقب عمليتي إطلاق نار جماعيتين وأوقعتا 18 قتيلا. من جانبه دعا رئيس جو بايدن الكونغرس لحظر الأسلحة الهجومية بعد تكرار عمليات إطلاق النار. المزيد في التقرير التالي. بعد أيام من حادث إطلاق نار خلف عدد من القتلى، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هافمون باي الساحلية بشمال الولاية. سلطات الأمن بمقاطعة سان ماتيو أبلغت عن حادث إطلاق النار في مدينة هافمون سقط فيه العديد من الضحايا، وقالت إن مشتبها به رهن الاحتجاز. وأوضحت السلطات إن مسؤولي الأمن الذين تحركوا بناء على نداء استغاثة وجدوا 4 قتلى وضحية 5 أصيبت في الموقع الأول في هافمون قبل أن يعثروا على 3 قتلى آخرين في مكان آخر قريب. وفي حادث منفصل قالت الشرطة إن طالبين قتلا وأصيب شخص آخر بجروح قطيرة في إطلاق نار على مركز تعليمي غير ربحي للشباب المعرضين للخطر في ديموين بولاية أيوا. وقع حادثا كاليفورنيا وأيوا في الوقت الذي لا يزال فيه التوتر يخيم على مدينة مونتيري بارك بمقاطعة لوس أنجلوس عقب إطلاق نار جماعي أودى بحياة 11 شخصا خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد بالمدينة. تولى كريس هابكنز رسميا منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرنر التي أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ. وأدى هابكنز البالغ من العمر 44 عاما اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا متعهدا في كلمة له بمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد بكل إصرار وعزم. تعاني اليابان من وضع اقتصادي متدهور على نحو غير مسبوق بعد الانفاق الهائل وسط جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. المزيد مع الزميل شادي شاش يستعرض لنا في العرض التالي أبرز ملامح تلك التدهورات. أهلا بكم. لم تسلم أي دولة في العالم مهما كان تصنيفها أو وضعها من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن هذه الدول اليابان والتي تصنف على أنها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث حذر وزير ماليتها من أن الوضع الاقتصادي بها أخذ في التدهور على نحو غير مسبوق تحت وطأة جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. وبحسب وزير المالية الياباني فإن الإنفاق الهائل منذ ظهور كورونا وحتى الآن استنزف كثيرا من موارد البلاد المالية.
وزارة المالية اليابانية دعت إلى إقرار سريع لميزانية قياسية تبلغ نحو 885 مليار و300 مليون دولار للسنة المالية والتي تبدأ من إبريل المقبل، حيث تتضمن مسودة الميزانية أموالاً للمساعدة في تخفيف حدة التضخم التي تسارعت بأسرع وتيرة منذ عقود، إلى جانب خطط لإنفاق قياسي على الدفاع. وزير التنشيط الياباني قال إن الاقتصاد يواجه أوقاتا صعبة ولكنه يتعافى بشكل معتدل، حيث تتكيف اليابان مع تداعيات كورونا. وتحت ضغط أسعار الطاقة والمواد الخام وازدياد رسوم الاستيراد، سجلت اليابان خلال العام الماضي عجزا تجاريا بلغ نحو 155 مليار دولار، وهو العجز الأكبر على أساس سنوي منذ عام 1979. وبسبب تدابير التحفيز المالي التي تنفذها اليابان استجابة لجائحة كورونا، سجل الدين العام للبلاد مستوى قياسي جديد للسنة السادسة على التوالي، حيث تجاوز 9.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 266% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجعل كل مواطن ياباني مدين بنحو 77 ألف دولار. وبحسب وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، فقد تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 4 عقود، مع استمرار الشركات في تحميل المستهلكين التكاليف المتزايدة لعملية الإنتاج. وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التضخم، إلى جانب أسعار الطاقة والسلع ذات الاستهلاك طويل الأمد. وزارة العمل اليابانية كشفت عن تراجع الأجور الحقيقية للعمال في اليابان في نوفمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي بوتيرة هي الأكبر منذ 8 سنوات، حيث هوت الأجور النقدية الحقيقية في البلاد 3.8% على أساس سنوي. تلك القراءات دفعت مؤشر الثقة بين أكبر الشركات الصناعية في البلاد إلى التراجع من 8 إلى 7 نقاط في ديسمبر، وسط تباين في وجهات النظر للشركات اليابانية الكبرى حول حالة الاقتصاد المحلي، والذي تتهدده توقعات بتراجع النمو خلال هذا العام. مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا لأهم مؤشرات الاقتصاد الياباني والتحديات التي تواجهه. شكرا للمتابعة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد ازداد منذ بداية ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدد الوفيات المبلغ عنها في آخر 8 أسابيع وصل لنحو 170 ألف حالة وفاة، لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير. وقال مدير عام المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي في جنيف إنه بعد مرور 3 سنوات على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا، فإن لجنة الطوارئ الصحية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع للنظر فيما إذا كان فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. تعرضت عدة دول أوروبية لموجة من الطقس شديد البرودة وهطول كثيف للثلوج، مما تسبب في عزل العديد من المناطق وحدوث انقطاعات في الكهرباء. المزيد في التقرير التالي. دول أوروبية عديدة تعرضت لموجة من الطقس شديد البرودة وهطول كثيف للثلوج، مما تسبب في عزل العديد من المناطق وحدوث انقطاعات في الكهرباء. ففي إيطاليا أصدرت إدارة الحماية المدنية ثاني أعلى تحذير لمنطقتين في وسط إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة، وتوقعت مدينة فينيسيا حدوث فيضانات يصل منسوبها إلى 125 سنتيمترا، ولمنع حدوث فيضانات في وسط المدينة حول ساحة القديس مارك الشهيرة تم غلق كل بوابات الحماية من الفيضانات. وفي النمسا انقطعت الكهرباء عن قرابة 5000 منزل وأغلقت الطرق والمدارس، فيما ارتفعت مخاطر حدوث الانهيارات الجليدية. وفي إسبانيا سجلت جزيرة مالوركا أكثف هطول للثلوج منذ 5 سنوات، وسجلت فيها أقل درجة حرارة وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر في ساعات الصباح الأولى بجبال ترامونتانا. وفي سلوفينيا وكرواتيا شهدت حركة المرور عراقيل، حيث تعطلت الطرق وانقطعت الكهرباء بشكل مؤقت عن عدة أجزاء من سلوفينيا، وتسببت الثلوج والرياح العاتية في حدوث مشكلات مرورية في كرواتيا
على طرق الساحل والمناطق الجبلية، وانقطعت الطرق إلى عدد من الجزر بسبب الطقس السيء. وتشهد أوروبا حاليا ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في تاريخها، يعد تبعات وانعكاسات كثيرة سلبية للتغير المناخي على أوروبا. ورياضيا، يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم نظيره منتخب السويد البلد المنظم ووصيف حامل اللقب في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد. وكان منتخب اليد حجز مقعده في ربع نهائي المونديال بعد فوزه في مبارتين في منافسات الدور الرئيسي. في إطار النجاحات التي حققتها كرة اليد المصرية في العقد الأخير، أصبح الجيل الحالي مطالباً بكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة اليد للسويد وبولندا. وخلال رحلة البحث عن إنجاز جديد، يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة نارية أمام منتخب السويد البلد المنظم ووصيف حامل اللقب في ربع نهائي مونديال اليد. منتخب الفراعنة تأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي وضمن التواجد مع الثمانية الكبار بمونديال اليد للمرة السابعة في تاريخه، رغم الخسارة في مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي أمام نظيره الدنماركي حامل اللقب بنتيجة 30 هدفاً مقابل 25، وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني 26 مقابل 22 في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي، وافتتاح مشواره بالدور ذاته بالفوز أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثامنة بنتيجة 33 هدفاً مقابل 28. المنتخب الوطني كان قد استهل مشواره في مونديال اليد بفوز تاريخي على كرواتيا بنتيجة 31 هدفاً مقابل 22 في الجولة الأولى لدور المجموعات، ثم واصل الفراعنة عروضهما القوية وحققوا الانتصار في الجولة الثانية على حساب المنتخب المغربي بنتيجة 30 هدفاً مقابل 19. وفي المباراة الثالثة حقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً على نظيره الأمريكي بنتيجة 35 هدفاً مقابل 16، لينجح الفراعنة في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة السابعة. منتخب الفراعنة يعلم صعوبة المواجهة، لذا سيدخل بكل قوة من أجل الاقتراب من اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه. يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباته في معسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين. وطلب المدير الفني محمود جابر الجميع ببذل أقصى جهد من أجل الوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبلت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرة السادسة وإلى العناوين. الرئيس السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي. البنتاغون يؤكد أن واشنطن لم تحسم الأمر حول تقديم دبابات أبرامز الأمريكية لأوكرانيا. العثور على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم نسرين فؤاد. إلى اللقاء.